قد أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا، أحيا بهداه وشرعته شيبا شبانا وفتيانا. هو زاد الروح وبهجتها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل القرآن ميسرا للتلاوة والذكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أعظم لنا بتلاوة كتابه المثوبة والأجر، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله عالي المكانة والقدر. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الأنجم الزهر والتابعين ومن تبعهم بإحسان مدى الأيام والدهر. أما بعد، فعليكم يا أحبتنا السلام، وأتحفكم برحمته السلام، وبوأكم مساكن طيبات تحية من تبوأها سلام. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات الكرام والكريمات مع برنامجكم المتجدد، برنامج الميسر في التلاوة، والذي يأتيكم عبر قناتكم، قناة زاد العلمية المباركة. وأسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يجعلنا جميعا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، كما أسأله أن يوفقنا لإقامة حروفه وحدوده على الوجه الذي يرضاه عنا، إن ربي لسميع الدعاء. أيها الأحبة الكرام، مقرر التلاوة لهذه الحلقة كما سيظهر أمامكم عبر الشاشة الآيات من سورة غافر، من الآية 29 حتى الآية 34 من هذه السورة الكريمة. وكما جرت العادة في مطلع كل حلقة أن تتلى الآيات برواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية، ثم نشرع بعدها في استقبال مشاركاتكم المتقنة وتلاواتكم العذبة الجميلة الندية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا؟ قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم، وما الله يريد ظلما للعباد. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم، ومن يضلل الله فما له من هاد. ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به، حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا، كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. مرحبا بكم أيها الأحبة الكرام مع برنامجكم الميسر في التلاوة. وقد تليت هذه الآيات من هذه السورة الكريمة برواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية، الذي يمتاز بتوسط المنفصل. نشرع الآن أيها الأحبة في استقبال مشاركاتكم. معنا أصدقاء البرنامج من آل نصير من الأردن. السلام عليكم يا علي نصير ابن علي. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة
ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا ابني علي اقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل الدأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد. ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك لا فما زلتم في شك فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. أحسنت يا ابن علي، بارك الله فيك على هذه المشاركة. معنا عمر نصير من الأردن، السلام عليكم يا ابن عمر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا ابني اقرأ بارك الله فيك. وفيك بارك الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. قال فرعون ما أريكم إلا رقق الراء رقق الراء يا عمر. قال فرعون قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب كدأب قوم مثل يوم مثل الأحزاب رقق الباء قلقل الباء مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد. ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. أحسنت يا ابن عمر، بارك الله فيك على هذه المشاركة. معنا فاطمة نصير من الأردن، السلام عليكم يا ابنتي فاطمة. وعليكم السلام. تفضلي يا ابنتي اقرأي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا.
قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. أحسنتي يا ابنتي فاطمة على هذه المشاركة المتقنة. معنا عائشة نصير من الأردن، السلام عليكم يا بنتي عائشة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا بنتي اقرأي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. أحسنتي يا ابنتي عائشة على هذه المشاركة الطيبة الحسنة الجميلة، بارك الله فيك يا ابنتي. معنا إلياس خالد من العراق، السلام عليكم يا ابني إلياس. وعليكم السلام. تفضل يا حياك الله يا شيخ. وحياك الله وبياك يا بني، وجعلنا الله وإياك من أهل القرآن. تفضل يا ابني اقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويا قوم يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد
من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم مثل ويا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. أحسنت يا بني، بارك الله فيك على هذه المشاركة الحسنة. معنا أبو إلياس من العراق، السلام عليكم يا أبا إلياس. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا شيخ. وحياك الله وبياك يا أبا إلياس، وشكر لك جهدك في تربية هذا الابن الطيب الذي يتلو هذه التلاوة الحسنة. الله يكرمك ويحفظكم يا شيخ، الفضل لله ثم لكم. الله يبارك فيك، تفضل يا أبا إلياس اقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويا قوم لكم الملك يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. بارك الله فيك يا أبا إلياس على هذه التلاوة الحسنة. معنا يوسف وليد من السعودية، السلام عليكم يا ابن يوسف. معنا يوسف وليد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا ابني يوسف اقرأ. حياك الله شيخان. بارك الله فيك يا ابني، تفضل اقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. ابن يوسف قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى، هنا في مد أسقطته، أعد حتى تأتي بالمدود كلها. قال فرعون شوف انتبه، كلمة فرعون يا ابن يوسف، كلمة فرعون
في القرآن كلها مرققة، فانتبه لترقيق الراء فيها في القرآن كله. قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. أحسنت. وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم، وما الله يريد ظلما للعباد. ويا قوم إني أخاف عليكم، ويا قوم إني أخاف، إني أخاف عليكم يوم التناد، يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم، ومن يضلل الله فما له من هاد. ومن يضلل الله فما له من هاد. انتبه لأحرف القلقلة خصوصا التي تكون في أواخر الكلمات. ومن يضلل الله فما له من هاد. ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك. مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا، كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. أحسنت، بارك الله فيك يا ابن يوسف. معنا مازن وليد، ولعلنا نبدأ أن نتصف. وعليكم السلام. اقرأ معنا يا مازن نصف المقطع لأن وقت الحلقة قد ضاق علينا قليلا، تفضل يا مازن. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم، وما الله يريد ظلما للعباد. حسبك يا ابن يوسف، شكر الله لك هذه، او الابن مازن شكر الله لك هذه التلاوة لك ولأخيك يوسف. معنا محمود أيمن من مصر، السلام عليكم يا محمود. وعليكم السلام، تفضل يا ابن محمود، اكمل من حيث وقف. بسم الله الرحمن الرحيم. يا قوم لكم الملك اليوم. اكمل من حيث وقف اخوك. ويا قوم اني اخاف عليكم يوم التناد. ويا قوم اني اخاف عليكم يوم التناد، يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم. يا ابني محمود اظهر القلقلة، شوف. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، يوم تولون مدبرين. أعد ثنتين. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم، ومن يضلل الله فما له من هاد. ولقد جاءكم يوسف
ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده لن يبعث الله لن من يبعث لن يبعث لن يبعث الله لا من يبعث خطأ بعده. ابني محمود انتبه، شوف حرف الثاء في القرآن لازم تخرج لسانك، عود على أن تخرج لسانك، شوف يبعث، شوف اللسان يخرج بين الأسنان العليا والسفلى، بين الثنايا العليا والسفلى، انتبه يبعث يبعث لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. كذلك يضل، كلمة الله ايش عليها ايش على حرف الحاء؟ حرف الهاء ضم، ضمة لازم تضم الهاء. الله من لا. هو أعد مسرف أعد. 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 كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. أحسنت أحسنت، بارك الله فيك يا ابني محمود. يعجبني في الذي يستمع إلى الخطأ الذي قد يقع في تلاوته فيصححه مباشرة، وهذا ما وقع منك يا ابني محمود، بارك الله فيك على هذه المشاركة. معنا أحمد محمد من مصر، السلام عليكم يا أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا ابني أحمد اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. يا قوم لكم الملك اليوم لكم لكم الملك لكم الملك اليوم لكما خطأ لكم لكم الملك اليوم في ظاهرين في الأرض دي فمن ينصرنا من بأس الله لا إن لا لا جاء. لا تقرأ هكذا يا ابني، أنا أحببت أن أصحح لك الحركة الإعراب الحركة اللي تكون على آخر الكلمة اللي تسميها الحركة الإعرابية، فاقرأها متواصلة هكذا. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم وما إلا سبيل الرشاد. أعد وما وما أهديكم لا أحسنت أهديكم بالفتحة وما أهديكم نعم إلا سبيل الرشاد. لا إذا 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 وقفت يا ابني تقف بالسكون، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب مثل قوم نوح مثل 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 دأب نعم مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله لا وما الله وما الله يريد ظلما ظلما للعباد. أحسنت يا ابني أحمد على هذه المشاركة، وتحتاج إلى دربة وإلى قراءة على المشايخ وفي حلقات التحفيظ، بارك الله فيك يا ابني أحمد على هذه المشاركة. معنا علي عامر من العراق، السلام عليكم يا ابني علي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل تفضل يا ابني علي اقرأ من حيث وقف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد.
ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. أحسنت يا ابني علي على هذه المشاركة الطيبة. معنا إياد فراج من مصر، السلام عليكم. معنا إياد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا ابني إياد اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهديكم سبيل الرشاد وقال الذي آمن يا قوم لا لا أعد أعد يا ابني أعد قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم وما أهديكم إلا سبيل الرشاد سنت. وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد ولقد جاءت من هاد ولقد لا أظهر القلقلة يا ابني أنت أسقطتها الآن في كلمة الأحزاب لم تقلقل والتناد على الأقل أعطنا هذه الأخيرة أنت هكذا أتلوها هكذا أتلوها ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يضلل الله فما له من هاد لا من هاد منها من هاد أحسنت أحسنت ممتاز ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب بارك الله فيك يا ابني إياد على هذه المشاركة. معنا مصطفى من مصر، السلام عليكم يا مصطفى. معنا مصطفى. ننتقل إلى يوسف من الجزائر. معنا رجع مصطفى. إذا ننتقل إلى يوسف من الجزائر وهو من أصدقاء البرنامج المتقنين. السلام عليكم يا ابني يوسف. معنا يوسف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك يا ابني يوسف. رحب الله بك وشكرا. تفضل يا ابني يوسف أسمعنا تلاوتك المتقنة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين
الظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. قال فرعون ما بارك الله فيك يا ابني يوسف على هذه المشاركة الحسنة. لولا أن الصوت في أثناء مشاركتك ليس بواضح، لكننا نستمتع بجمال أدائك وحسن إتقانك يا ابني يوسف. معنا أخت رحمة. الصوت غير واضح يا ابني يوسف. معنا رحمة من الجزائر، أسمعنا، خلي رحمة تسمعنا لعل وعسى يصلح وضع الصوت معكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك يا ابنتي رحمة، تفضلي. رحب الله بك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل داب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد. أحسنتي يا ابنتي رحمة، حسبك.
بارك الله فيك على هذه المشاركة المتقنة والصوت الحسن. معنا أبو ماريا من العراق، السلام عليكم يا أبا ماريا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا أبا ماريا. الله يرضى عنكم وإياكم. تفضل يا أبا ماريا، أتلو علينا أول ثلاث آيات من المقطع إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما إلا سبيل الرشاد. وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود. يا أبا ماريا، أظهر الغنن. مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم. تمام شيخي، تمام. مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم، وما الله يريد ظلما للعباد. و حسبك. أكمل؟ لا حسبك، قف هنا. بارك الله فيك يا أبا ماريا، لأجل ضيق وقت البرنامج، وإلا فإننا نستمتع بأصواتكم يا أهل العراق. بارك الله فيك يا أبا ماريا. معنا محمد عبد الرؤوف من مصر، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل يا ابني محمد أكمل. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، يوم تولون مدبرين، ما لكم من الله من عاصم. ومن عاصم، وقف. من عاصم، ومن يضلل الله فما له من هاد. من هاد، من هاد. ولقد جاءكم يوسف بالبشر. لا، يوسف من قبل البينات بالبينات، فما زلتم في شك مما جاءكم به، حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا، كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. مسرف مرتاب. أحسنت، بارك الله فيك يا ابني محمد. معنا عبد الرؤوف أحمد من مصر، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يلا تفضل يا عبد الرؤوف، اقرأ أول آية. يا قوم لكم الملك. يا قوم لكم الملك ظاهرين. لا. يا قوم لكم الملك يوم ظاهرين في الأرض، فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. حسبك يا عبد الرؤوف، حسبك، بارك الله فيك يا ابني. معنا أبو يحيى من إيطاليا، السلام عليكم يا أبا يحيى. معنا أبو يحيى، تفضل يا أبو يحيى، السلام عليكم. ننتقل إلى زهراء عبد الملك، السلام عليكم يا زهراء. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا ابنتي، اقرأي، بارك الله فيك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع أنت تقرأين مقطع الحلقة القادمة إن الآخر يا بنتي زهراء، أنت تقرأين مقطع الحلقة القادمة، احنا نريد مقطع هذه الحلقة. يا قومي لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، موجودة على الشاشة الآن. يا قومي إن لكم، يا قومي لكم، يا قومي لكم الملك، لكم الملك اليوم، اليوم، اليوم ظاهرين في الأرض، فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم، وما أهديكم، لا أهديكم، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم، إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب. حسبك يا ابنتي، بارك الله فيك، بارك الله فيك يا ابنتي زهرة على هذه المشاركة. ننتقل يا أحبة لضيق وقت البرنامج إلى المشاركات المرسلة عبر الواتساب، وأعطوني على آية آية أو آيتين آيتين. معنا أبو خالد الأحمد من سوريا. مثل يوم الأحزاب، مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم، وما الله يريد ظلما للعباد. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم، ومن يضلل الله فما له من هاد. حسبك، بارك الله فيك يا أبا خالد على مشاركاتك معنا المستمرة، وتلاواتك تتحسن في كل مرة أفضل من المرة الماضية، بارك الله فيك يا أبا خالد. أعطوني مشاركة جابر مقدام من مصر. مدبرين ما لكم من الله من عاصم، ومن يضلل الله فما له من هاد. ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به، حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا، كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. بارك الله فيك يا جابر. أعطوني مشاركة أبو سليمان من السعودية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم،
بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد. بارك الله فيك حسبك، بارك الله فيك يا أخي عبد الرحمن على هذه المشاركة. أعطوني آخر مشاركة معنا، إن لم يسعف الوقت إلا المشاركة. أعطوني مشاركة جلال الدين إبراهيم لآيتين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا؟ قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم، وما الله يريد ظلما للعباد. حسبك، بارك الله فيك يا أخي جلال على هذا الأداء الحسن والصوت الندي والإتقان في التلاوة، بارك الله فيك. وبمشاركة الأخ جلال نختم المشاركات لهذه الحلقة، ونعتذر ممن لم يسعف الوقت لعرض تلاوتهم ليضيق وقت الحلقة، ولم يتبقى لنا إلا ما نتلو به مقرر التلاوة للحلقة القادمة الذي هو من هذه السورة الكريمة، من سورة الغافر، من سورة غافر، من الآية 35 حتى الآية 40 من هذه السورة الكريمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم، كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا، كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل، وما كيد فرعون إلا في تباب. وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. اللهم أدخلنا جنتك وفردوسك الأعلى بغير حساب ولا عذاب، إنك أنت الكريم الوهاب. ونلقاكم على خير في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا، ما
أحيا بهداه وشرعته شيبا شبانا وفتيانا. هو زاد الروح وبهجتها ورفيق الدرب مدى الزمن.